بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله رب العالمين أول تجربة لنا في مختبر الفيزياء في السمستر الجديد. التجربة بتاعتنا النهاردة خاصة بالميجرمنتس، القياسات وبعض الأجهزة التي تستخدم في القياسات. معلوم طبعا إن في بعض الأدوات اللي إحنا كنا بنستخدمها قبل كده في موضوع القياسات، بس النهاردة الجديد في موضوع القياسات إن إحنا نستخدم أدوات تستخدم في قياس الأقطار، بعض الأشياء الصغيرة، قطر مثلا، سلك معدني، عايزين نحسب الحرارة النوعية ليه، مضطرين إن إحنا نحسب قطر السلك دوت. كذلك مثلا لو عندنا قرص صلب، عايزين نقيس قطر القرص دوت، هنقيسه إزاي؟ مثلا لو عندنا عملة معدنية، عايزين نقيس سمك العملة المعدنية ديت، هنستخدم له إيه؟ فطبعا الادوات القياسيه الاعتياديه اللي احنا متعودين عليها ما تنفعش، مثلا زي المسطره، زي المنقله، الحاجات دي ما بتنفعش. ففي ادوات جديده نحاول ان احنا نستخدمها ان شاء الله، ويمكن طلبه كليه الهندسه اكيد طبعا هيستخدموها في بعض القياسات اللي ممكن يحتاجوها في عملهم في الخارج ان شاء الله. اول حاجه عندنا في القياسات او في الاجهزه اللي بنستخدم القياس، الجهاز دوت اللي قدامنا دوت اسمه فيرنر كاليبر، او العجله او القدم ذات الورانيه، القدم ذات الورانيه او الفيرنر كاليبر. الفيرنر كاليبر دوت يا جماعه عباره عن، اولا هو بيستخدم في قياس الاقطار او قطر مثلا جسم صلب، زي مثلا عندنا البايب دوت الموجود، عايزين نقيس القطر الخارجي للبايب الموجود قدامنا دوت. طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدم المسطره لقياس قطر البايب الموجود قدامنا، فبنضطر ان احنا نستخدم الايه، الفيرنر كاليبر او القدم ذات الورانيه. عشان نفهم ازاي نقيس بالفيرنر كاليبر وازاي نستخدمه، اول حاجه لازم نشوف الاول هو بيتركب ازاي وعباره عن ايه. هو عباره عن جزئين، جزء ثابت زي ما احنا شايفين، الجزء الثابت ده عليه تدريج ثابت، بيبتدي من اول 0 1 2 الى نهاية التدريج الموجود قدامنا. الجزء الثابت دوت اسمه القدم، وفي جزء تاني متحرك هي ديت الورانية، اوكي. فالجزء المتحرك ده بيبدأ احنا نحركه على حسب قطر الجسم اللي احنا عايزين نقيس، الجسم اللي احنا عايزين نقيس قطر بتاعه، نبدأ نحركه يمين وشمال على حسب الاتجاه اللي احنا عايزينه. وهناخد التدريج الثابت اللي موجود على القدم زائد التدريج اللي موجود على الورانية، ونضيف الاثنين على بعض، فبيديني قطر الجزء اللي انا عايز اقيسه. اول حاجة احنا شايفين ان في فكين موجودين هنا اهوت، دوت مستخدم لقياس القطر الخارجي. يعني مثلا البايب دوت عايزين نقيس القطر الخارجي ليه، فبنستخدم الفكين دول، اوكي، ونقيس القطر بالشكل دوت، ونبدأ ناخد القراءات اللي موجودة على التدريج. أو القطر الداخلي للبايب اللي موجود اللي قدامنا ده، القطر الداخلي عايزين نقيسه من خلال الفكين دول، ماشي؟ فبنقيس، بندخله الفكين دول، وبنبدأ ناخد القياسات بتاعتنا، نفتح الفكين ونبدأ نشوف القراءات الموجودة ونسجل. يبقى إذا دول بيستخدموا لقياس القطر الخارجي، والفكين دول بيستخدموا لقياس القطر الخارجي. وفي جزء زي احنا شايفين هنا بيبدأ يتحرك، موجود معانا، يبدأ يطلع أو ينزل، دوت مستخدم لقياس العمق. يعني مثلا احنا عايزين نقيس عندنا عمق مع شيء معين، مثلا عايزين نقيس العمق بتاعه، فده مستخدم، بيتدخل داخل العمق، داخل الجزء اللي احنا عايزين نقيس العمق بتاعه، وبنبدأ ناخد تدريج نشوف العمق بتاعه بيساوي كام. أهم حاجة بقى يا جماعة نبدأ نشوف ازاي نحسب، او ازاي نشوف قراءة الفيرنر كاليبر الموجودة، ازاي نحسب القراءة وازاي ناخدها. زي ما قلنا ان في تدريجين، تدريج ثابت وتدريج متحرك، اوكي. فلو مثلا عندنا البايب دوت عايزين نقيس القطر بتاعه، هندخل البايب داخل فكين ونقفل كويس جدا، اوكي، لغاية لما نشوف، نتأكد فعلا ان الفكين ثابتين على البايب بالشكل دوت. هنبدأ نسحب البايب ويظهر قدامنا الفيرنر كاليبر بالشكل دوت. هنبدأ نحسب الحسابات بتاعتنا. أولا هنلاحظ إن في
تدريج ثابت، اوكي زي ما احنا شايفين، والتدريج اللي تحت دوت متحرك. هنحسب القراءة ازاي؟ هنبدأ من اول الصفر، اوكي. اولا قراءة الفيرنال كاربر نلاحظ انها بتكون بالمليمتر، ناخدها بالمليمتر وبعد كده حولها لاي واحدة انت عايزها على حسب المسألة الموجودة معاك. يعني بمعنى صفر، واحد ملي، اتنين ملي، تلاتة ملي، لغاية لما نوصل الواحد سنتي اللي هو 10 ملي. اذا الواحد معنا بعشرة ملي، 10 ملي، 20 ملي، 30 ملي، وهكذا. طيب هنيجي بقى نشوف التدريج اللي تحت. التدريج اللي تحت دوت عبارة عن ايه؟ دوت عبارة بيديني دقة الفيرنال كاليبر، الدقة بتاعته، بمعنى ان احنا خدنا المليمتر، مليمتر واحد خدناه وقسمناه الى 20 جزء. واضح يا جماعة؟ المليمتر، مليمتر واحد خدناه وقسمناه لعشرين جزء زي احنا شايفينه من الصفر لغاية العشرين. فلو خدنا واحد قسمناها على 20 هيديني 5 من 100. دي دقة الفيرنال كاليبر الموجودة معانا، 5 من 100. في انواع مختلفة من الفيرنال كاليبر، هتلاقي 5 من 100 ديت ممكن توصل 2 من 100. يعني مثلا خدنا المليمتر قسمناه لخمسين جزء فبيديني دقة 2 من 100. هتلاقي فيرنال كاليبر تاني 1 من 10 ملي، يعني الدقة بتاعته 1 من 10. في انواع كتيرة جدا من فيرنال كاربر. في كمان فيرنال كاربر بيكون ديجيتال، احنا بس ندخل الجسم الصلب بين الفكين وهو على طول ديجيتال اوتوماتيك هيديني القراءة بتاعته. نبدأ نحسب القراءات بالظبط ونشوف هنحسبها ازاي. اول حاجة هنبدأ نمشي بالتدريج من اول صفر دوت لغاية بتاع القدم لغاية لما نوصل لنهاية الصفر اللي موجود بتاع القدم بتاع الورانية، اوكي. يعني نشوف الصفر بتاع الورانية ده واقف عندي كام. فلو بصينا وشوفنا هنبدأ نحسب مع بعض، هنلاقي هنمشي ملي ملي، ادي 1 2 3 لغاية 10 ملي، اوكي عدينا ال 10 ملي، ماشي 11 12 13 14 لغاية لما اشوف الصفر بتاعي بتاع الورانية واقف عند كام. هل واقف عند 20 21 22؟ لا 22 مش معايا عشان هو ما وصلش ل 22 وهو واقف عند ال 21 ملي، اوكي. طيب هل هي قراءة 21 ملي بس؟ لا، ده في جزء تاني من المية. هناخده منين؟ هناخده من التدريج اللي موجود على الورانية. واذا الجزء الثابت اللي عندي اجيب ورقة خارجية اخليها معايا عشان ابدا احسب القراءة بالظبط. يبقى عندنا اول حاجة الجزء الثابت كام؟ زي ما اتفقنا 21 ملي. اكتب 21 ملي زائد الجزء اللي احنا هناخده من الورانية. هنحسبه ازاي؟ هنبص يا جماعة على الشروط اللي موجودة تحت في الورانية. اي شرطة من اللي تحت هشوفها منطبقة مع مين؟ مع اللي فوق. هتلاقي مثلا الصفر هنا منطبق مع حد؟ مع شرطة من اللي فوق؟ لا مش موجود. طب الواحد لو بصينا كويس ودققنا هنلاقي الواحد برضو مش موجود، مفيش شرطة منطبقة عليه تماما. يعني شرطة من اللي فوق منطبقة مع شرطة من اللي تحت، أداني ماشي ماشي لغاية لما أشوف شرطتين متطابقتين تماما. يبقى هنا فيه، لا مفيش، هنا برضو تقريبا مش متطابقة. أداني ماشي ماشي شفنا هنا هلاقي الشرطة دي متطابقة مع دي تماما، يبقى دي القراءة بتاعتي. أبدأ أحسب أشوف كام ملي موجود. زي ما قلنا إن الشرطة الواحدة بكام؟ ب5 من 100. يبقى هنا همشي، يبقى أنا عندي هنا التطابق بتاع عندي كام؟ عندي الشرطة دي، تبقى أحسب 5 من 100، 10 من 100، 15، 20 من 100، 25 من 100، 30 من 100، 35 من 100. يبقى هو ده التطابق بتاعي، يبقى ده الجزء بتاعي بكام؟ ب35 من 100. أروح بسرعة أكتبهم مع ال 21 ملي الموجودين. يبقى أنا عندي 35 من 100 مع 21 ملي متر يديني 21 و35 ملي متر. يبقى إذا سمك أو إذا قطر البايب الموجود معانا كام؟ 21 ملي و35 جزء من المية. طيب موضوع التطابق يا جماعة نخلي بالنا منه. أولا حاجتين مهمين جدا، أولا لو الصفر مثلا لو فرضنا بقيس جزء صلب والصفر لقيته هو المتطابق، الصفر هو المتطابق
مع شرطة من اللي فوق. ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش اي جزء من المية، مفيش اي جزء من المية، يبقى القراءة بتاعتي كام؟ 20 مليمتر بس. طيب لو بنداني مشيت لغاية لما الاقي مثلا اكتر من شرطتين متطابقتين، اكتر من شرطة متطابقتين، يعني مثلا لقيت شرطتين او ثلاثة، نعمل ايه؟ القراءة الصحيحة بتاعتي فين؟ اول تطابق بيقابلك هو ده القراءة الصحيحة، اول تطابق، وتسيب التطابقات التانية اللي بعد كده. فلازم نركز ونخلي بالنا من موضوع التطابق دوت، عشان مهم جدا، عشان احنا زي ما احنا شايفين بنقيس بجزء من المية، 5 من المية من الملي متر. ديت طريقة استخدام الفيرنال كاريبر، وهنشوف ان شاء الله مع التجربة بتاعتنا ازاي نستخدمه في التجربة والقياسات بتاعتنا. الجزء الثاني او الجهاز الثاني اللي بيستخدم معنا في المختبر الميكروميتر. الميكروميتر ده بيستخدم مثلا في قياسات اجزاء اصغر من اللي بتستخدم للفيرنال كاليبر. يعني مثلا لو سمك سلك، عايزين نقيس السمك، سلك كهربائي عايزين نقيس سمكه، او عايزين نقيس القطر بتاعه، اوكي، عملة معدنية عايزين نقيس سمكها. فاول حاجة هنشوف ازاي نستخدم الميكروميتر اللي موجود معانا. اول حاجة هنلاحظ في تدريجين موجودين عندنا في الميكروميتر، في واحد مكتوب من 0 إلى 10 مليمتر، والتدريج الثاني من 0 إلى 25 مليمتر. هنا يا جماعة لو زي ما احنا شايفين من 0 لـ1 مليمتر دي دقة الميكروميتر اللي موجود معانا، الدقة بتاعته بيقيس لغاية 1 من 100 مليمتر. ادي تدريجين يا جماعة الموجودين معانا اهوت، ادي تدريج اهو بيبدأ يتحرك اللي هو التدريج الخارجي دوت، اوكي، دوت اللي هو جزء من المية، اوكي. هنبدأ نفتح ونشوف، هنلاحظ فيه تدريج تاني بيبدأ يظهر قدامنا، ده التدريج الأساسي اللي موجود معانا في الميكروميتر. هنفتح لغاية لما نوصل نشوف، هتلاقيه وصل لغاية 25 مليمتر. يبقى احنا عندنا تدريجين موجودين معانا في الميكروميتر، أول تدريج اللي هو التدريج الثابت ماشي لغاية 25 مللي زي ما احنا شايفين الجزء ده، واضح 25 مللي. وفي التدريج المتحرك دوت بيقيس لغاية 1 من 100 الدقة بتاعت الميكروميتر، 1 من 100 مليمتر. يستخدم ازاي وازاي نحسب القراءة بتاعته؟ أول حاجة مثلا لو فرضنا احنا عندنا عملة معدنية عايزين نقيس سمكها، مثلا معانا مفتاح بالشكل دوت عايزين نقيس السمك بتاعه، هنحط المفتاح ما بين الفكين ونقفل وناخد التدريج نشوف مع بعض. لو قفلنا الميكروميتر هنحط المفتاح يا جماعة ما بين الفكين ونقفل عليه عشان نشوف السمك بالظبط كام، ونبدأ ناخد القراءات بالشكل ده أو عملة معدنية أو أي حاجة. تمام، المفتاح ما اتحركش، قفلت عليه، أبدأ آخد القراءات بتاعتي. أول حاجة هنلاحظ هناخد قراءتين، قراءة على التدريج الثابت الموجود قدامنا، أوكي، وقراءة على التدريج المتحرك. هنلاقي إن التدريج الثابت بتاعي واصل عند كام؟ 0، 1 مللي، 2 مللي، أوكي، وأنا عندي 2 مللي ثابتين على التدريج الثابت، وبحسب أكتب 2 مللي، واضح؟ طيب هنبدأ نشوف التدريج الموجود على الجزء المتحرك. لو بصينا يا جماعة هنا هنلاقي، هنشوف هنا في التطابق الموجود معانا ما بين التدريج ده ما بين الصفر وما بين الشرطة اللي بعد 35، الشرطة اللي بعد 35، يعني 35 36، 35 تحت، يعني في تطابق موجود ما بين شرطة 36 وبين التدريج الأساسي 36. ال 36 اضربها في كام؟ اللي هو دقة الفيرنال كاربر اللي موجود معايا 1 من 100، 36 في 1 من 100 يديني 36 من 100 مليمتر،
36%، اضيفهم على ال 2 ملي متر ستين هيديني 2 ملي و36 جزء من المية من الملي متر. واضح يا جماعة؟ ممكن يشيل العملة المعدنية او الجزء التاني، وزي ما قلنا سلك الكهرباء عايزين نحسب الحرارة النوعية ليه. فمن ضمن القوانين اللي بتستخدم لقياس الحرارة النوعية قياس القطر. هنجيب السلك الكهربي وهندخله ما بين الفكين ونقيس القطر بتاعه من خلال او سمك السلك من خلال الميكروميتر. طبعا الدقة بتاعته بتكون قوية جدا بالنسبة للميكروميتر، عشان زي ما احنا شايفين بيقيس بجزء من 1 من المية من الملي متر. دوت الجهاز التاني الموجود معانا في اللي بيستخدم في القياسات الدقيقة في مختبر الفيزياء. طبعا من الأجهزة التانية الموجودة الميزان الموجود عشان نقيس، الكتلة. في عندنا أنواع كثيرة من الموازين، في موازين ذات الفكين ذات الكفتين، وفي الموازين الإلكترونية الديجيتال الموجودة معانا. على طول بنستخدم أو غالبا معظم الخبراء بنستخدم الديجيتال. نحط الجسم الصلب ونقيس الكتلة بتاعته من خلال الميزان الإلكتروني اللي موجود معانا. التجربة بتاعتنا اللي موجودة معانا والشيت اللي موجود معاكم في 3 أجزاء من التجارب اللي احنا هنشتغلها مع بعض. هنبدأ نشوف الأول الجزء الأولاني من التجربة بتاعتنا. معانا الشيت يا جماعة، هنخلي الشيت موجود معانا ونشوف الحسابات ونشوف ايه اللي مطلوب مننا في التجربة الأولانية. طبعا نظرية التجربة أكيد هتكون عارفينها، وعشان نكتب الريبورت كويس فهنشوف الأدوات اللي بتستخدم معانا في التجربة. الجزء الأولاني في التجربة، خاص إن احنا عايزين نقيس الباي، نحدد قيمة باي. باي اللي هي معروفة القيمة الثابتة 3.14%، هنقيسها أو عايزين نحددها عمليا، هل هي فعلا 3.14% ولا لا؟ هنحددها عمليا من خلال استخدام القرص الصلب الموجود قدامنا دوت. هنحدد المحيط بتاعه السيركمفرنس، وهنحدد الديامتر بتاعه، ونبدأ ازاي نشوف نحسب باي. فمن خلال الشيت الموجود معانا هتلاقي في جدول موجود في الشيت الموجود